زي ما كان القبض على أشهر سفاحتين في تاريخ مصر شيء صعب، كان برضو التعاقد مع فنانتين علشان يلعبوا دورهم حاجة مش سهلة خالص. ليه نادية الجندي ونبيلة عبيد رفضوا المسلسل؟ وليه ماجدة زكي اتهربت من رد على التليفون؟ يا ترى كانوا خايفين من الدور ولا دي لعنة ريا وسكينة؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي من بروف الترابيزة. في سنة 2005 اتعرض مسلسل كسر الدنيا وقلب كل الموازين. المسلسل ده كان ريا وسكينة، واللي قامت ببطولته النجمة عبلة كامل والفنانة سمية الخشاب. بس اختيار البطلتين دول ما كانش أمر سهل. تعالوا نعرف ازاي المسلسل كان هيتعامل بنادية الجندي ونبيلة عبيد، وليه اتعرض في الاخر بعبلة كامل وسمية الخشاب. المسلسل كان عن كتاب رجال ريا وسكينة، واللي كتبه الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى، واللي قرر مصطفى محرم انه يعمل مسلسل عن اشهر قاتلتين في مصر. الكتاب واحد من كنوز الاعمال الادبية في مصر، لانه ضم نص التحقيقات اللي قامت بيها النيابة مع السفاحتين، فكان زي الكنز بالنسبة لاي مؤلف دراما. خلينا نتفق ان مسلسل ريا وسكينة واحد من اجمل المسلسلات اللي اتعملت في تاريخ الدراما المصرية، ولحد دلوقتي كل ما بيتعرض ملايين المشاهدين لسه بيتفرجوا عليه، ده غير الأداء المميز اللي قدمته البطلات عبلة كامل وسمية الخشاب. بس زي ما قلنا دول ما كانوش المرشحات الأوائل للمسلسل. المسلسل ده في الأول كانوا عايزين يجمعوا من خلاله قطبين السينما المصرية، نادية الجندي ونبيل عبيد، واللي في الفترة دي كان لسه رماد النار اللي بينهم يدوب مطفية، وكلنا عارفين طبعا الخلافات الكبيرة اللي كانت ما بين النجمتين. المهم اتعرض المسلسل على الفنانة نادية الجندي ووافقت عليه في البداية، بس اختارت انها تلعب دور سكينة الاخت الصغيرة، وطبعا ما كانش قدام صناع العمل غير انهم يدوا دور ريا للفنانة نبيلة عبيد. نادية الجندي قالت من قريب انها كانت خايفة تعمل دور سفاحة علشان الجمهور ما يكرههاش، والمؤلف الراحل مصطفى محرم قال في مذكراته انها رفضت تشارك نبيلة عبيد المسلسل، بس ايا كان السبب كانت النتيجة واحدة. وفضلت نبيلة عبيد موجودة في المسلسل، وبدأوا يدوروا على الممثلة التانية اللي هتشاركها البطولة، بس المرة دي خدت دور سكينة. وجه في دماغ صناع المسلسل انهم يدوا دور ريا لميرفت امين، بس الفكرة دي مطولتش كتير وصرفوا نظر عنها، وكانت البديلة لميرفت امين هي الفنانة فيفي عبده، واللي برضو لسبب ما فضل اسمها مجرد ترشيح. وبعدها بشوية اعتذرت نبيلة عبيد عن المسلسل، وصناع المسلسل رجعوا لنقطة الصفر تاني، لحد ما جه في دماغهم عبلة كامل انها تعمل دور ريا. والحقيقة ان عبلة كامل ممثلة ذكية جدا، علشان كده وافقت على طول، بس فضلت نفس المشكلة، مين اللي هتعمل دور سكينة؟ واتطرح اسم الفنانة ماجدة زكي، واللي طلبت انها تقرا السيناريو الاول، بس بعد ما قرت بطلت ترد على التليفونات، وده مش كلامنا، ده كلام مؤلف العمل الاستاذ مصطفى محرم. واخيرا تم الاستقرار على الفنانة سمية الخشاب عشان تلعب دور سكينة. اما دور عبد العال فده كان مترشح ليه الفنان فاروق الفيشاوي، ولما اعتذر طلبت الفنانة عبلة كامل انهم يتعاقدوا مع الفنان سامي العدل علشان يعمل الدور. طبعا ما نقدرش ننسى دور الصول محمد المصري اللي قام بيه الفنان صبري عبد المنعم، واللي كشف لنا تفاصيل وكواليس المسلسل. تعالوا نشوف قال لنا ايه. كل سنة وانتم طيبين ومصر طيبة وبخير. ومن بشاعة الجرائم، بشاعة جرائم ريا وسكينة اللي تأرخ لها تاريخيا، وبعدين اترخ لها سينمائيا، اول فيلم على ايد الاستاذ صلاح ابو سيف، وبعدين نيجي المسلسل ريا وسكينة اللي اتعمل 2005، فكان شاملا لكل الظروف التي احاطت بالناس في ذلك الوقت وفي ذلك التوقيت من احتلال انجليزي وفساد في الحكم وكل اشكال التعسف اللي تؤدي بالناس الى الفقر. الفقر الدافع الاساسي في حياة ريا وسكينة لارتكابهم أبشع الجرائم، وده تميز المسلسل عن باقي المسلسلات الأخرى. الموسيقى وعمار الشريعي ساهموا بجزء كبير جدا جدا في إنجاح هذا المسلسل. جمال عبد الحميد كمخرج في أحسن حالاته. السيناريو والحوار طبعا عن كتاب السيد صلاح عيسى في أعلى مراحله من النضج الفني. الممثلين في أزهى حالاتهم الفنية. مسلسل يعيش ويعيش ويعيش ويعيش، وشكرا لصدى البلد انها بتعيد الاعمال الجيدة اللي قدمت في الفترة اللي فاتت.
نجاح العمل ممرش مرور الكرام، ففي خلافات كبيرة حصلت بين المؤلف والمخرج جمال عبد الحميد، واللي بالمناسبة ما كانش المرشح الأول لإخراج المسلسل، وكان المفروض مجدي أبو عميرة هو اللي هيخرجه، بس في الآخر راح لجمال عبد الحميد. والحد هنا خلصت قصة بروفة الترابيزة لمسلسل رايا وسكينة، بس لسه فيه بروفات كتير وحكايات أكتر. استنونا في الحلقة الجاية.